السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني على قناتكم هورور بلاير. قبل بداية الشرح، سنة سعيدة للجميع وكل عام وأنتم بألف خير، وسنة سعيدة لكل مشتركين ومشاهدين ومتابعين قناة هورور بلاير. فإن شاء الله هذه السنة سوف تكون سنة نجاح بالنسبة لي وبالنسبة لكم إن شاء الله. واليوم عندنا شرح طريقة تثبيت السموك باتش X15 أو باتش سموك X50. فهذا الباتش صراحة باتش رائع جدا، أنصحكم بتجربته. فهذا الباتش فيه إضافات كثيرة، منها تحديث الأطقم والشعارات للفرق، وأيضا تحديث الأحذية وتصحيح جميع أخطاء لعبة بيس 2018. فهذا الباتش رائع جدا، فيه كل الدوريات، أغلب الدوريات حتى الدوريات العربية. لكن قبل بداية الشرح، لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بجديد القناة، وتكون على عين بوضع أي فيديو جديد على هذه القناة. والآن سوف نبدأ على بركة الله، نقوم بتحميل هذه الملفات. يعني هناك 5 ملفات سوف تقومون بتحميلها، فكل ملف حجمه حوالي 240 ميجا بايت. تقومون بتحميل هذه الملفات كما هي، سوف أريكم طريقة التحميل. نقوم بتخطي كود الكابتشا هكذا، ثم ننتظر العد التنازلي 5 ثواني، ثم نضغط على جيت لينك. بعدها يوجهكم إلى الميديا فاير، تقومون بالضغط على داونلود هنا وسوف يبدأ معكم التحميل. بعد الانتهاء تقومون أيضا بتحميل الملفات المتبقية، هناك يعني قلنا 5 ملفات. بعد تحميل الملفات تأتيكم ملفات مضغوطة بالوينرار هكذا، فالتحميل سهل جدا كما رأيتم. تقومون بتحميل جميع الملفات، بعدها تقومون باستخراج الملف الأول هكذا، اكستراكتو أو استخراج الملف. بعد الانتهاء من استخراج الملف يأتيكم ملف هكذا، نقوم بالدخول إليه مرتين، ثم كما ترون تأتيكم هذه الملفات. قبل تسطيب هذا الباتش تقومون بنزع كل الباتشات التي عندكم في اللعبة. أولا نقوم بالذهاب إلى أيقونة اللعبة كما ترون، ثم نقوم بالضغط على أوفري روم بلاس موديفيشي لكي نذهب إلى ملفات اللعبة، ثم تقومون بنزع باتش المثبت عندكم من قبل، ثم تذهبون إلى ملف الداونلود وتقومون أيضا بنزع الباتشات التي عندكم من قبل. بعدها نقوم بالذهاب إلى دوكيمون، ثم إلى كونامي، ثم إلى برو إيفوليسيون سوكر 2018، ثم ملف السيف. تقومون بنزع كل هذه الملفات، تقومون بنزعها. بعد ذلك تقومون بالضغط على هذه الأيقونة لتثبيت الباتش، تقوم بفتحه كمسؤول، وبعدها تأتيك أيقونة التثبيت، تقوم بالضغط على نيكست ثم نيكست، ثم هنا تقوم باختيار هذا الخيار يعني لأصحاب النسخة المكركة، ثم نيكست، ثم هنا تختار ملف اللعبة كما ترون، ثم تضغط على أوكي، ثم بعد ذلك تضغط على نيكست. بعدها يبدأ معك التثبيت، تتركه حتى ينتهي من التثبيت. بعد ذلك اضغط على فينيش وسوف ينتهي معكم التثبيت بنجاح. بعد ذلك قم بالدخول الى اللعبة وسوف تجد الباتش شغال بدون اي مشاكل. وهكذا قد انهينا الشرح، ولمن واجه اي مشكلة يضعها في التعليقات وسوف ارد عليه باسرع وقت ممكن. ولا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ونشر الفيديو، ودمتم في رعاية الله.